الإدارة الأمريكية ويعني البنتاغون يعني الإدارة تعلم جيدا، يعني تعرف كل الزين منو ضرب هذه الصواريخ وتعرف تتحكم. يعني أمريكا معقولة يعني تسأل أي شخص ما يعرف منو يضرب هاي الصواريخ على قاعدة عين الأسد وعلى بعد 40 كيلومتر، والصواريخ اللي يعني شافوها هي صواريخ إيرانية الصنع، وكل هذه الهجمات متشابهة يعني من مصدر واحد، سواء كانت على إربيل أو على بلد أو تاجي أو السفارة الأمريكية أو عين الأسد. كل هذه الهجمات هي معلومة، وكذلك حتى الفصائل، هذه الفصائل لا تنكر. يعني مثلا الفصائل يعني تقول الهدنة انتهت مثلا وسنقاوم، يعني هذا الشيء غير مخفي، ولكن الحكومة الأمريكية مثلا لا تريد أن تستعجل الرد، مثلا ما حصل يوم أمس، لأنه غدا زيارة البابا، يعني ما ممكن أن ترد الولايات المتحدة الآن بزيارة مثل زيارة البابا إلى العراق. وهذا طبعا أيضا الطرف الآخر اللي ضربه يفهمون جيدا هذه المواعيد، ولكن أنا بنظري حتى لو أصبح الضربة لا تكون خلال هذه الأيام، ولكن يجوز أن ترد، ولكن حتى إذا ردت الإدارة ستكون مثل ضربة الأسبوع الماضي، بحيث تكون يعني لا تكون ضربات ذات أهمية تردع هذه الفصائل والميليشيات من التوقف على هذه الهجمات.